وفد من شركة ميتا الملكة للفيسبوك وعدة منصات أخرى للتواصل الاجتماعي في زيارة للجزائر، أين تم استقبالهم من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فما هي أبعاد هذه الزيارة؟ ميتا كانت عندها مشروع إطلاق أقمار صناعية لتوفير خدمة الإنترنت. ممكن يكون هذا التعاون ما بين هذه المؤسسة الجزائرية والمؤسسات اللي تعمل في هذا المجال تاع توفير خدمات الانترنت، ولكن اغلب الظن يعني انا اظن بان راح لان شركه ميتا راح تقدم خدمات في اللي يسموهم الميتافيرس اللي فيها الاستعانه بالذكاء الاصطناعي وغيرها، وان ممكن تحتاج الى كفاءات جزائرية، والمؤسسات الناشئة ممكن يكون تعاون في هذا المجال. خبراء تكنولوجيا المعلومات أجمعوا على أن الزيارة تندرج ضمن شراكة بين شركة ميتا للتواجد في الجزائر ومن خلال مؤسسات ناشئة التي تعود بفائدة كبيرة للجزائر. ونظن يعني حسب المعلومات اللي نشرت عبر وسائل الإعلام، الاستقبال تم بوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. أن هذا اللقاء هذا وهذه الزيارة تدخل في هذا النطاق هذا تاع الشراكة لشركة ميتا اللي معروفة شركة مشهورة يعني في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، فممكن يكون هناك تعاون وشراكة للتواجد هنا في الجزائر سواء كمؤسسة أو كخدمات، وكذلك ممكن تكون تعاون مع المؤسسات الناشئة في إطار إنجاز بعض الخدمات أو تطوير بعض البرمجيات. إذن هي زيارة ستعزز مسعى الجزائر لإبراز قدراتها من البنى التحتية، خاصة شبكة الألياف البصرية والتطور السريع للشركات الناشئة، مما يخلق فرص للنجاح في مجال الاستثمار.